تعالوا بقى نروح نبص بصه كده على امم افريقيا، او ان كان الواحد لما بيجي يتكلم دلوقتي عن امم افريقيا بيتكلم وهو متعكنن، لان الحقيقه كان المفروض كان دي كانت فرصه ذهبيه للجيل الحالي من لعيبه المنتخب ان هم يعملوا حاجه ابعد بكتير من اللي هم عملوه. على كل الاحوال يعني دور ربع النهائي تحديدا شهد غياب الحضور العربي لاول مره من سنه 2013، ده حصل بطبيعه الحال بعد اقصاء بقى الجزائر ومصر وتونس وموريتانيا ثم المغرب. وعلى فكره المغرب بصفه خاصه خروجها يعني شكل مفاجاه كبيره جدا، خصوصا وان هي الحقيقه قدمت وجه مشرف جدا لكره القدم الافريقيه والعربيه في مونديال قطر، واحتلت المرتبه الرابعه عالميا في سابقه يعني ما حصلتش قبل كده على المستوى القاري والمستوى العربي. مباريات دور ربع النهائي في أمم أفريقيا انتهت بالأمس، والنتائج كانت كالتالي: نيجيريا هزمت أنجولا بهدف نظيف، الكونغو الديمقراطية هزمت غينيا بنتيجة 3-1، مباراة مالي وساحل العاج انتهت بفوز ساحل العاج بنتيجة 2-1، مباراة الرأس الأخضر وجنوب أفريقيا انتهت بفوز جنوب أفريقيا بنتيجة 2-1، وبالتالي تأهل لنصف النهائي نيجيريا والكونغو الديمقراطية ساحل العاج وجنوب أفريقيا. وبكده في نصف النهائي هيتلعب يوم الأربعاء الجاي إن شاء الله، جنوب افريقيا هيواجه نيجيريا وساحل العاج هتواجه الكونغو الديمقراطيه، واكيد هتكون ماتشات قويه جدا وهتبقى تقطيع بالمعنى الحرفي للكلمه. كان الود ودنا نكون معاهم، خدونا معاكم، بس يلا عليه العرض.